الماضية خطأ على محمد عادل حكم المباراة تحتسب خطأ للمنتخب اللبناني، وإلى خارج أرضية الملعب أيضا رمية جانبية أخرى للمنتخب الليبي لمناع إلى محمد عادل، إلى محمد عادل ينطلق لاعب المنتخب الليبي محمد الله. دقيقة 69 كرة بينه وبين ياسر، بين عبد الميسر بن شينة، ثم محمد عادل على طول سددها وجاب جول، الجول الأول للمنتخب النيجيري. كرة يسار فريق الاتحاد يحاول التسديد، عادل يسدد كرة، هدف، هدف جميل، هدف جميل. عم عادل ينجح في افتتاح النتيجة. تابع هذه الرقية، كرة داخل منطقة الجزاء، وهذا الثاني، هذا الثاني عن طريق محمد عادل. محمد عادل الاتحاد يتفوق على فريق الاولمبي بثلاث اهداف، ممكن الرابع اعلان عن فريق عادل. يمشي عادل 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 عادل، محمد يمشي، محمد خطيرة، الرابع سنتطرق اليه. اذكر الكرة اللي مسح عندها محمد عادل، محمد فرصة لفريق الاتحاد المرة، فرصة فرصة لمحاولة رفع الكرة، يرفع كورة، هدف ثاني، هدف ثاني من نفس اللاعب، هدف ثاني عن طريق لكن فرصة لفريق الاتحاد، قلت فرصة التسديد، وهدف ثالث، هدف ثالث لفريق الاتحاد. فارس الأهداف من الجول الثاني، هذه خطيرة، هدف ثاني لصالح فريق الاتحاد، قدوة منذ قليل فريق الاتحاد. تمشي أمامية ناحية محمد عادل، محمد عادل يمر بشكل ممتاز، محمد عادل يلعب الكرة بشكل حلو في الناحية اليسرى، الورود تعود مرة أخرى، لقلات التسديد. لا تعسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، ما قصدها تعلو على أسيادها. الآن عن طريق محمد عادل، يا سلام، يراوغ خطيرة، راح محمد ودخل خطيرة، محمد محمد يسدد، وبرافو. لتزال النتيجة 0-0 لكلا المنتخبين، هذه المرور والتوغل الجيد، ثقة بالنفس رائعة وثقة بالنفس جميلة لهذا اللاعب محمد عادل. من الأقرب؟ محمد، إذا محمد عادل إن محاولة قدامه أو معنى هذه الكرة، أوه خطيرة خطيرة، وهدف، هدف أول. يمشي محمد عادل، يسجل لصالح فريق الاتحاد. يمشي يمشي مروان أولي صبحي المبروك، صبحي طويلة لمن تكون. محمد عادل يمشي، عادل 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 عادل، ولكن سالم حسين هذه المرة يتصدر. عادل الكرة الآن نفذ الضربة للمرمى، تصل عند محمد عادل، محمد عادل فيها خطورة للمنتخب الليبي، ربما التسديد الآن عند محمد عادل صاحب الهدف الأول، ينطلق محمد عادل يستطيع المرور، لعبها أرضية خطيرة، التغطية الدفاعية الحاضرة. كما ذكرنا لكم بأن المنتخب اللبناني الآن انطلاقة لمحمد عادل لاعب المنتخب الليبي، خطيرة الثاني، ربما الله عبد الميسر شيبة استطاع تسجيل الهدف الثاني. عبد الميسر هو من يسجل الهدف الثاني. نجيب ماشي بالكرة، نجيب إلى الأمام إلى محمد عادل، محمد عادل إلى مالك، كرات متبادلة. مضيع اليوم لمرور سريع الكرة عن طريق 14 حميدة، خطيرة هذه، خطيرة، ممكن الرابع، مرت الكرة من محمد عادل ومر الهدف الثالث ومر الهاتريك.
زياد اللاعب عادل يسجل على مرمى سالم حشاد، لكن مرت الكورة إلى القائم الأيمن لحشاد خارج مالك بالمنتصف الآن للمنتخب الليبي، ملعوبة إلى محمد عادل قائد المنتخب الليبي. محمد عادل نقل الكرة من الدريبي إلى زياد، زياد في الجانب الأيسر لعب الكرة إلى محمد عادل قائد المنتخب الليبي. محمد عادل إلى أسخب الليبي في الجهة اليمنى، محمد عادل يحاول المرور، كرة ملعوبة بين محمد عادل وأسامة علي والكرة الآن منقولة. استطاع المنتخب اليمني التفوق بثلاثة أهداف مقابل هدف للمنتخب الإماراتي، وهذه هي المباراة الخامسة عشر في كأس العالم أبها. والكرة الآن انطلاقة، محمد عادل يحاول المرور، ينطلق يجد مضايقة من علي الرضا. محمد عادل نقل، ثم يوم السبت يوم أمس أقيمت مباراتين، الأردن استطاعت تفوق. الكرة الآن انطلاقة عند محمد عادل لاعب المنتخب الليبي، ينطلق يحاول المرور، لا تزال الكرة عند محمد، سددها محمد ولكن والكرة الآن لمصلحة الكرة الآن ملعوبة لمصلحة المنتخب الليبي. جانبية برسال يلعب الكرة باتجاه محمد عادل، عادل يمر يحاول يدخل داخل منطقة الجزاء، محمد عادل يلعب كرة عرضية، فرصة فرصة ما زالت الكرة بحوزة التعبئة، هدف 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 لفريق الكل. التمرير ما زالت الهاني الككلي يبحث عن عادل، محمد ما زال عادل يمر، عادل يسدد، أمزارلي الأمزارلي ماشي في الكرة، نقل الكرة إلى محمد عادل قائد الفريق إلى زياد. كرة لمحمد عادل، محمد يمر الكرة، فرصة هدف ثاني، هدف ثاني، هدف ثاني. برسال يلعب الكرة باتجاه محمد عادل، عادل يمر يحاول الدخول داخل منطقة الجزاء، محمد عادل يلعب كرة عرضية، فرصة فرصة ما زالت الكرة بحوزة التعبئة، هدف 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 لفريق الاتحاد، هدف لفريق الاتحاد، هدف لفريق دعا فريق الاتحاد يحاول الحاق الكرة، يلعب الكرة، كرة جميلة من مهند، لكن تعود لمحمد عادل لاعب فريق الاتحاد، محمد عادل يمر بشكل جيد وانيق